افتتحت سمو الشيخ العنود بنت محمد بن سلمان آل خليفة حرم سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي مهرجان طبق الخير 34 الذي تقوم بتنظيمه سنويا جمعية رعاية الطفل والأمومة، حيث حمل هذا العام شعار ري النخيل وشارك فيه 37 مشاركا من مؤسسات المجتمع المدني. الزميلة خولة الجرينيت حضرت المهرجان ووفتنا بالتقرير التالي. تحت شعار ري النخيل أقامت جمعية رعاية الطفل والأمومة مهرجان طبق الخير 34 السنوي بمشاركة لافتة من 37 مشاركا من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومحبي عمل الخير من سيدات المجتمع البحريني. مهرجان طبق الخير هذا العام تحت شعار ري النخيل يعكس تعاون جميع العضوات والمساندين لنا من المشاركين بكرم بطاولات كبيرة وأصناف متميزة. لا شك أن في هذا اليوم يوم دلالة خاصة بالنسبة لي وبالنسبة للجميع، فالنخيل هي رمز للعطاء، وكرسنا هذا اليوم ذكرى ووفاء للوالدة الشيخة لولو وبنت محمد آل خليفة رحمها الله، فهي سيدة العطاء وكلنا تعلمنا منها ونمشي على خطاها. في هذا العام شاركت ولأول مرة 5 جامعات بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز مبدأ العمل التطوعي والخيري الذي تسعى الجمعية لتحقيقه بين مختلف فئات المجتمع. هذه السنة مشاركين في مهرجان طبق الخير 34، وهي طبعا واحدة من المهرجانات اللي وايد مهمة هنا في البحرين، لأن هي تسعى لتطوير المجتمع والاهتمام بجميع المشاريع اللي موجودة فيه وتطوير الفرد البحريني والاهتمام فيه بصورة عامة. شاركة يعني ايش سوينا؟ احنا كل واحد جاب أكل أو أي شيء يعني ممكن احنا نقدر نبيعه عشان من الفلوس هذه تساهم الجمعية إن تسوي الأعمال الخيرية. وشي حلو يعني صراحة أنا أحس أنها فادتني أنا شخصيا، طبعا هي تفيد المجتمع، تفيد الأطفال واليتامى، لأن الجمعية الحمد لله يعني متعاونة وياهم، وتفيدني أني أن تعلمني شلون أن دائما أتعلم أن أتطوع وأفكر في غيري. هدفنا المساهمة في نشر الأعمال الخيرية، طبيعة أعمالنا إعداد أعمال فنية من قبل الطالبات. لازم نشارك في العمل التطوعي للأجيال القادمة، نساعد في تطوير البحرين ونقدم مشاريع عشان نطور من البحرين ونشارك في العمل التطوعي. مهرجان سنوي يذهب ريعه لأعمال الخير والتي تصب في صالح المجتمع والارتقاء به ودعم أفراده، وفي هذا العام ستخصص عوائده لبناء حضانة وروضة نموذجية في منطقة المحرق باسم سيدة العطاء المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لولو بنت محمد آل خليفة رحمها الله، تخليدا للدور العظيم الذي قامت به طوال عمرها الحافل بالعطاء. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.